نيمار بيرسلها هدف الافتتاح يأتي مبكرا لا يتأخر الطريق مفتوح لمزيد من الأهداف شوف الأجواء انظر إلى المباراة نقطة تحول الآن في هذا اللقاء هذه تسويبة مستحيل هذا السيناريو الفريق اللي يعاني يتقدم في المباراة هدف أول يخطف الأضواء يترك السيطرة للفريق الآخر محاولة للهجوم لعبنا يد محاولة التسديد كرة في المرمى وجول لا أجمل ولا أحلى من هذه كرة تعلق الشبكة أي مهارة يا ولد هدف جميل الاطمئنان الفارق بكرة قدم جميلة فريق واثق من محاولة تسديدة قوية كرة تهز الشباك وجول جول 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 مش ممكن مش ممكن مش ممكن سيناريو عالمي رائع من فريق أكثر من رائع يتقدم بالكرة نحو مناطق الخصم ديليالي هدف الافتتاح الضربة الأولى الاحتفالات تبدأ في المدرجات اشتعلت الإثارة قمة تتحول إلى قمة أخرى مشتعلة الآن خوان ماتا مارسيل بيلعبها تقدم سريع يأتي مباراة تبدأ برتم عالي أجواء مثيرة إثارة كبيرة من البداية سنشاهد الآن ماذا سيحدث في هذه جواو موتينيو يتقدم فيها يأكثر من مناطق الخصم الآن يا رب من بعيد من مسافة قذيفة مرت من الجميع الكرة تصل إلى الشباك الله على هذه الكرة هذه تصويبة أوهو العارضة تتحدى وتعترض الطريق لعب الشوت الله على التقدم مستحب بدون شك فريق يلعب يسيطر يتحكم من الطبيعي أن يسجل أي ضغط مستمر أي إصرار أي عزيمة لا يمكن يسير بالكرة باتجاه المرمى يرسل الكرة يا رب يبدأون النهائي يتقدمون أولا يريدون الكاس يريدون الذهب هدف الافتتاح في النهائي يتقدم فيها يأكثر من مناطق الخصم الآن يا رب من بعيد من مسافة قذيفة مرت من الجميع الكرة تصل إلى الشباك الله على هذه الكرة كرة خطيرة تسديدة يا رب هدف بيريح الأعصاب هدف بيزيل التوتر هدف بفارق الهدفين مزيد من الراحة الأمور لم تنتهي لكن وينطلق بالكرة إلى الأمام يا رب من بعيد من مسافة قذيفة مرت من الجميع الكرة تصل إلى الشباك الله على هذه الكرة كامل جريك ستيفن يضرب الآن يا لعيب يا مجنون يا فنان يا أخي أنت كيف تلعب كيف تلعب شوف كيف حطها أداء مهزوز جدا روميلو لوكاكو بيلعب لكرة تقدم سريع يأتي مباراة تبدأ برتم عالي أجواء مثيرة إثارة كبيرة من البداية سنشاهد الآن ماذا سيحدث في هذه الدقائق كل تدخل يبعد الكرة ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة يا لعيب يا فنان مستحيلة هذه الكرة شوف القذيفة شوف التصويبة شوف الدقة شوف الكرة وين استقرت الكرة في المرمى فرصة والكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة ولعب الشوت هدف الافتتاح يأتي مبكرا لا يتأخر الطريق مفتوح لمزيد من الأهداف شوف الأجواء انظر إلى المباراة نقطة تحول الآن في هذا اللقاء يعيد الكرة أيضا إلى زميله في هذه اللقطة
أليكسيس سانشيز بيرسل الكرة، هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب. جواو موتينيو، تسديدة يا رب، هدف التقدم يأتي يغير مسار المباراة، نقطة تحول في هذا اللقاء، كل شيء سيتغير. يا الله أليكسيس، هذه تصويبة تصطدم في العرض، الله على هذه الكرة، نتيجة لصالح مانشستر يونايتد. ديلي ألي، ديلي ألي بيلعبها، يا رب حطها في المرمى. شوف اللقطة، شوف الكرة اللولبية، الله على هذه الكرة الاستثنائية، كرة تخادع حارس المرمى وينطلق بالكرة في الأمام. يوفيتيتش يضرب الآن، هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب. عدم دقة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير. بيرسل الكرة، هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي، لكن هذه التشكيل بيلعب لكرة، تقدم سريع يأتي، مباراة تبدأ برتم عالي، أجواء مثيرة، إثارة كبيرة من البداية. سنشاهد الآن ماذا سيحدث في هذه. جواو موتينيو، ليمار، هذه تصويبة، هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب. عدم يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن، تسديدة يا رب، الله الله الله، على السحر، على العطر، على النذر، على الفلسفة، على الهندسة، يا انطلاقة بالكرة، هذه تسويبة، تقدم يأتي في هذه اللحظات. سيناريو سيتغير بالنسبة لكل فريق بعد هذه النتيجة، نتيجة تعطي الأفضلية للفريق اللي تقدم، ضغوطات تتحمل. مشاهدة أمام حضراتكم تشكيلة أصحاب الأرض. يا رب الكرة في المرمى، الله على التسديدة، الله على قذيفة، الكرة بتغلط حارس المرمى.